مرحبا. عم نشهد بالعديد من البلدان بهالايام فيضانات عم بتؤدي لمقتل العديد من الاشخاص وتهجير عدد كبير من الناس من بيوتهم وتعرض اصحاب المتاجر لخسائر بملايين الدولارات. والفيضان هو كميه المي يلي بتفيض على المستوى الطبيعي وبتزيد نسبه المي بالبحار والانهار وبتجتاح اليابسه. والجدير ذكره انه قطع الاشجار الموجوده بالغابات حد الانهار بتسبب بالفيضانات لانه هالاشجار بترد المي عن اليابسة وبتحميها. كرمال هيك لازم نفكر كتير منيح قبل ما نقطع أي غصن. وبالعودة لطقسنا، طقس صيفي مستقر عم بيسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع رطوبة عم تتخطى 80% وحرارة عالية على السواحل بالنهار وبتميل للبرودة بالليل. الرؤية جيدة، الهواء متوسط السرعة والبحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة 129 درجة، فانتبهوا منيح من خطر أشعة الشمس وخطر الحرائق اللي بيرتفعوا طيلة فترة الصيف. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحراره يلي عم تتراوح ببيروت من 24 و33، وفوق جبال بين 18 و27، بالارز بين 13 و21، بالبقاع بين 17 و33، وبجنوب بين 18 و29 درجه. وهلا بنبقى بجوله على معدل درجات الحراره ببعض المناطق اللبنانيه، ونبدا تحديدا من عكار حيث عم بتسجل عكار 19، طرابلس 26، جبيل 27، وبيروت ايضا 27، وايضا 27 بصيدا وسور، ومن بعدها بنت جبيل 24، النبطيه 23، رشيا 23، 26 ببرمينة بعلبك 26، الارز 17، الهرمل 28 درجه. اما بالنسبه للرطوبه بتتراوح بين 60 و80%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، ورياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليلة وبكرة وبعد بكرة، خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 22 و32، وبكرة بين 23 و33، ونهار الخميس بين 24 و33 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا دمشق 27، الرياض 42، تونس 28، القاهرة 29، وأخيرا روما 26، ومدريد 26 درجة. وهيدا كمان جونا، بس خليكن معنا لتتابعوا باقي برامجنا.